بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة مع بيان لي كومبخوندر لتعلم اللغة الفرنسية. طبعا كنا قد وصلنا إلى لا لاتر في، كما نلاحظ لا لاتر في وصلنا إلى هاد الفقرة كما نلاحظ. إذن كما قلنا في آخر مرة لو فيلو، لو فيلو، ثم رأينا لا فيغيتي، لا فيغيتي يعني الحقيقة، ثم غوني أ إن فاليز، غوني أ إن فاليز، ثم لا بي فول، لا بي فول. إذا نتكلم عن نوع من الطيور أنه يطير، ثم غوني فا ألا فيل، مينا أ في لا فيبيغ. مينا a vu la vipère. ثم lève le vélo l'élève. Lève le vélo l'élève. ثم عندنا هذه الفقرة كما نلاحظ René va à vélo. René va à vélo. إذن ما هو المقصود بهذا الكلام؟ René va. طبعا رأينا فيما سبق بأن هذا va هذا le verbe aller، هذا فعل ذهب. إذن أقول غوني فا يعني أن غوني يذهب. طبعا بعد مرات تنستعمل البريزون للدلالة على الماضي. هنا في الحقيقة راه تنتكلمو على البريزون. أقول مثلا جو في أنا أذهب الآن، تو فا أنت تذهب الآن، إل فا هو يذهب الآن، نوزالون نحن نذهب الآن، فوزالي أنتم تذهبون الآن، إل فون إل فون كما رأينا هم يذهبون. ولكن عندما نقول ils vont à l'école طبعا كما نقول انهم يذهبون الى المدرسه، ولكن راه المقصود بها انهم ذهبوا الى المدرسه. مثلا عندنا هنا غوني فا à vélo يعني ان غوني يذهب à vélo بالدراجه. à vélo بالدراجه يعني ان غوني مشى، غوني مشى على الدراجة، غوني مشى على الدراجة. إذن غوني فا أفيلو. ثم غوني فا فيت، غوني فا فيت يعني أن غوني يذهب بسرعة. رأينا الكلمة فيما سبق فيت المقصود بها سرعة، فيت المقصود بها بسرعة. قلنا فيما سبق ممكن أن الأستاذ يطلب منك النهوض إلى السبورة فيقول لك فيت فيت يعني بسرعة بسرعة. غوني فا فيت إذا غوني يذهب بسرعة. ثم عندنا مينا أفي غوني سور لو فيلو. مينا أفي، مينا أفي. طبعا هاد في رأيناها، هذا سي لو بارتيسيب باسي دو فيرب فواغ. هذا لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل فواغ. ملي تنتكلمو على لو بارتيسيب باسي تنتكلمو على واحد الفورميل تياخد الفعل وتنسميوها لو بارتيسيب باسي. لاش ينفع هاد لو بارتيسيب باسي؟ هاد لو بارتيسيب باسي تنوضعوه من بعد افواغ او تنوضعوه من بعد اتر، واحيانا يستعمل وحيدا يكون فيها الاوكسيليير مضمر، يكون فيها الاوكسيليير كما نقول انه مضمر. اذا هاد لو بارتيسيب باسي تيجي في إطار الصرف ديال الفعل في الأزمنة المركبة، بحال دابا لو باسي كومبوزي هو زمن مركب، هو زمن مركب. عندنا لوكسيليير هنا اللي هو أفوا في الحالة ديالنا أنه مصرف، أنه مصرف في البريزون، تنضيفو له لو بارتيسيب باسي. بمجرد أنه يكون عندنا هاد لوكسيليير في البريزون تنضيفو له لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل، تنحصلو على لو باسي كومبوزي الخاص بالفعل. كما عندنا هنا ممكن انه يكون عندنا مثلا هاد افواغ مصرف مثلا في لامبارفي، مصرف مثلا في واحد الزمن تيتسمى لامبارفي، تنضيفو له هاد لو بارتيسيب باسي تنحصلو على واحد الزمن اخر تيتسمى لو بليسكو بارفي، تيتسمى لو بليسكو بارفي. وهكذا هناك ازمنه اخرى طبعا مركبه.
اللي تهمنا الان اننا نركزوا على هذا الزمن اللي عندنا الان اللي هو مثلا لو بريزون، تيكون عندنا لو بريزون وتيكون عندنا لو باسي كومبوزي. لو بريزون هي اللي تيكون الفعل المصرف بوحدو. مثلا عندنا هنا روني فا، روني فا افيلو، يعني ان روني يذهب على الدراجة، كما نقول بالدراجة. طبعا هنا عندنا لو فيرب الي، يعني ان مصرف البريزون. الى قلبنا في الصرف على لو فيرب الي، طبعا غنلقاو تياخذ هاد الصيغة مع ايل. طبعا هنا ايل في هاد الحالة عندنا هنا تتعوض بغوني. اذا غوني فا، غوني يذهب افيلو بالدراجة. هنا ما عندناش مينا فوا، مينا فوا غوني مثلا، عندنا مينا افي، ما عندناش لو فيرب فوا هنا بوحدو. مينا فوا في البريزون، لو فيرب فوا تيكون مع ايل او مع ال كما عندنا هنا. مينا تتعوض الضمير ال في هاد الحالة، لو فيرب فوا مع ال تنقولو ال فوا، ال فوا، ال فوا، يعني في البريزون. ولكن هنا عندنا افي، ال افي، ال افي هي رأت. اذا هنا تنستعملو لو بارتيسيباسي. طبعا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل فوا هو في. اذا مينا افي غوني، اذا مينا ان رأت في الماضي، مينا ان رأت في الماضي غوني، رأت غوني. كيف رأته؟ سيغ لو فيلو، سيغ لو فيلو، انها رأته على الدراجة، شافته فوق الدراجة، هذا هو المقصود بها. مينا شافت غوني راكب على الدراجة. هنا ما عندناش راكب، ولكن عندنا سيغ يعني فوق، المقصود بها طبعا انه راكب على الدراجة. اذا مينا افي غوني سيغ لو فيلو، عندنا كما قلنا غوني فا افيلو، غوني فا فيت، غوني يذهب بالدراجة، غوني يسير بسرعة. مينا افي غوني سيغ لو فيلو، اذا مينا ان رأت غوني سيغ لو فيلو على الدراجة. ثم عندنا غوني فا على فيل افيك بابا، كما رأينا غوني فا على فيل افيك بابا. اذا غوني يذهب الى المدينة، افيك، افيك هي مع، اذا افيك المقصود بها مع. اذا غوني، غوني فا على فيل، غوني يذهب الى المدينة افيك بابا، مع الاب او مع ابي. اذا نفس الجملة تتكرر هنا، نفس الجملة تتكرر هنا، غوني فا على فيل افيك بابا. ثم عندنا لا موتو دو بابا فا فيت، دراجة الاب او دراجة ابي، دراجة الاب او دراجة ابي فا، فا انها تسير فا. طبعا دائما نتكلم على لو فيرب الي في البريزون، فا فيت تسير بسرعة. اذا هنا عندنا غوني فا افيلو، غوني فا فيت، اذا هنا عندنا غوني هو الذي يسير بسرعة. طبعا هو يسير بسرعة، ممكن انه يسير على قدميه، ولكن المقصود به هنا انه يسير على الدراجة. هنا عندنا لا موتو دو بابا فا فيت، فا فيت، نتحدث هنا عن الدراجة النارية للأب، فا فيت انها تسير بسرعة. ثم عندنا لا لاف، لي لي لاف، لي لاف، التلميذ او التلميذة، لي لاف الي، انها قرأت. شوف هنا عندنا هنا لوكسيليغ افواغ، هذاك الشيء علاش لو فيرب افواغ خاصة في البريزون خاصو يكون محفوظ. علاش؟ لأنه تيتستعمل مع أفعال أخرى. كما تنشوفو شحال من مرة، تنشوفو مثلا في الفقرات التي عندنا هنا، كم من مرة رأيناه يأتي قبل لو بارتيسيباسي. كل بارتيسيباسي طبعا شفناه خاصنا نعقلو عليه، لأنه تيبقى يتردد بنفس الطريقة من بعد الصرف اللي غيكون عندنا من قبل حافظينه. اذا عندنا افواغ حافظينه، بمجرد ان نعرفوا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل
يعني اننا احنا عرفنا الصرف كامل ديال هذا الفعل في لو باسي كومبوزي، ديال هذا الفعل في لو باسي كومبوزي. اذا مثلا هنا عندنا avoir غنكونوا عارفينو اللي هو جي تيا il a nous avons vous avez ils ont. اشنو غنزيدو ليه؟ غنزيدو ليه هاد لي، هذا لي هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ليغ، فعل ليغ فعل قراءة. إذا نقول هنا ليليف ألي. إلا بغيت نتكلم على راسي شنو غنقول؟ طبعا مع راسي أنا، باش نحدث على راسي غادي نقول جي لي، لأن أفواغ في البخيزون نقول مع جوه نقول جي جي. طبعا لماذا جي؟ نقول جو أي. طبعا هاد أي مبدوء بإن فويال، ثم عندنا هاد جو منتهي بإن فويال، لا يمكن أن نقول جو أي، ستأتي ثقيلة. ماذا نفعل هنا؟ نحذف الأولى ونضع بوستخوف فنقرأ جي جي، ثم جالي أنا قرأت، ثم تيا تيالي أنت قرأت أو أنت قرأتي، ثم إلى لي هو قرأ، أو مثلا إلى لي هي قرأت، ثم nous avons لي نحن قرأنا، أو نقول vous avez vous avez lu أنتم قرأتم أو أنتن قرأتن، ثم il طبعا بس هنا il بدون s يعني هو، هنا هم ils ont lu. تنشوفو هنا j'ai tu as il a nous avons vous avez ils ont. تنضيفو له فقط هاد لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل، وحنا حصلنا على لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي يعني الماضي المركب، مركب من هاد لوكسيليار افوار ومركب من هاد لو بارتيسيب باسي. اذا كما تنشوفوا ماشي فعل واحد، في جوج ديال افعال كما نقول. هاد الفعل جا كمساعد، وهذا هو الفعل اللي خاصنا حنا نصرفو في الحقيقة. إلا بغينا نصرفو مثلا لو فيرب ليغ في الباسي كومبوزي، طبعا تناخدو لو بارتيسيب باسي ديالو اللي هو هذا، تنسبقو أمامو هاد لوكسيليغ أفواغ اللي تنشوفو هنا. لوكسيليغ أفواغ كما تلاحظو، طبعا هاد لوكسيليغ أفواغ ما هو إلا لو فيرب أفواغ في البخيزون. وكما قلنا بأن هاد أفواغ ملي تيجي موراه اسم تفيد الملكية. أقول جي إن شاز، أقول مثلا جي إن شاز، يعني أنا عندي كرسي، أنا عندي كرسي. لكن جي لي أنا قرأته، كما تنشوفو الدور اللي عد هاد لي زوكسيليير. طبعا إتخ نفس الشيء، سنرى أمثلة مع ذلك فيما بعد. إذن كما قلنا الآن ليليف آلي، إذن التلميذ أو التلميذة أنه قرأ أو أنها قرأت. قرأت ماذا أو قرأ ماذا؟ قرأ ماذا أو قرأت ماذا؟ ظا، إذن قرأت أو قرأ ظا، ثم ذ ذي 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 ظا ذ ظا ذ ذي ذي. ثم عندنا هنا لا مير، لا مير ألافي ألافي لا روب ألافي لا روب، إذا الأم ألافي. هل تتذكرون هذا الفعل كما رأينا فيما سبق مينا لاف؟ هل تتذكرون هذا الفعل مينا لاف؟
من تغسل، هذا لو بريزون. طبعا نتكلم عن لو فيرب لافي، لو فيرب لافي فيها الغسالة، أو كما عندنا هنا صبنا، أنك تتصبن. إذا من لاف هذا لو فيرب لافي في البريزون. ولكن اللي عندنا هنا، ولكن اللي عندنا هنا، عندنا لا مير الافي، يعني ان الام غسلت، غسلت. اش غيكون هذا؟ هذا اش غيكون؟ هاد لافي اش نسمو هاد الصيغه اللي عندنا هنا اش تسمى؟ طبعا خديناها، خديناها من لو فيرب لافي، هذا هو لافي. اذا خدينا من واحد الصيغه اللي هي لافي بهذا الشكل، لافي بهذا الشكل. كل الافعال اللي عندها او اخ تتخدم منها هاد الصيغه بهذا الشكل، تنحيدو او اخ وتنوضعو هاد او اكسون، او اكسون، او اكسون ايغي، او اكسون ايغي. هاد الصيغه تسمى، هاد الصيغه تسمى لو بارتيسيب باسي، لو بارتيسيب باسي. بحالها، بحال هاد الصيغه اللي شفنا هنا، بحال بحال الصيغه اللي عندنا هنا لي مثلا، عندنا هنا لي، او عندنا هنا في، طبعا على حساب الفعل. علاش، علاش مثلا هاد في وهاد لي، وهاد لي مختلفه على هاد لافي في الشكل ديالها؟ لان ما تتنتهيش او ار، ببساطه لان ما تتنتهيش او ار. بحال دابا عندنا هنا لو فيرب لير، عندنا لو فيرب لير منتهيه، منتهية بار او. مثلا في هذه تجي من لو فيرب فواغ. في هذه الحالة ما تنتكلموش على واحد الفعل اللي تنتهي بار اغ. كون كان تنتهي بار اغ طبعا غنحذف هاد او اغ ونضع اكسون ايدي كما عندنا هنا. اذا اغلبية الافعال انها تنتهي بار اغ، وهذا غيسهل علينا الامر باش نعرفوا لي بارتيسيباسي الخاصه بهاد الافعال. اذا عندنا هنا لا مير الافي، ان الام غسلت، غسلت، غسلت ماذا؟ لا روب، لا روب يعني الفستان. اذا هنا نتحدث عن غسل هاد الفستان في الماضي، غسل هاد الفستان في الماضي. لا مير الافي لا روب، لا مير الافي لا روب. ثم عندنا بابا أغيباري، بابا أغيباري. لاحظوا هنا الفعل خدا نفس الشكل ديال هذا الفعل الاول. هذا اش من فعل غيكون؟ هذا اش من فعل؟ طبعا هذا سي لو فيرب غيباري، تنتهي بو اغ. اذا ببساطه لو بارتيسيباسي الخاص به هو غيباري، هو ريباري. اذا يعني اصلح، اصلح. اذا تنتهي بو اغ. لو بارتيسيباسي الخاص به غنحذف او اغ ونضع او اكسون ايغي. بابا ا ريباري، اذا الاب انه اصلح في الماضي. هاد لو بارتيسيباسي اللي عندنا هنا تنسبقو قدامو لوكسيليير افوار. طبعا تنتحدثو على واحد الشخصية في الماضي مفردة، إذا سنضع هنا أ. بحال اللي عندنا إيل هنا، أو في حالة مؤنث بحال اللي عندنا إل. عندنا بابا أو نقول إيل في حالة، إلا ما بغيناش نذكرو بابا، إذا نقول إيل، يعني هو إيل أ ريباري، يعني هو أصلح. مادام أننا بغينا نذكرو الشخص، إذا طبعا ما غنديروش إيل، ولكن غنذكر الشخص مباشرة، نقول بابا أغيباري، الأب أنه أصلح، أصلح ماذا؟ لو لافابو، لو لافابو، أنه أصلح المغسلة، يعني صيبها. إذا الأب أنه صيب المغسلة، بابا أغيباري لو لافابو. كما تلاحظوا بأن لو باسي كومبوزي تناخدو لوكسيليير أفوار، خاصة نكونوا حافظينه. هو طبعا سهل، نقول جي تيا إل أ نوزافون فوزافي إلزون. إذا أقول جي غيباري، أنا أصلحت، تيا غيباري
نفسد غيباري تتكرر. تي غيباري أنت أصلحت أو أنت أصلحتي. إل أ غيباري هو أصلح. نوز أفون غيباري نحن أصلحنا. فوز أفي غيباري أنتم أصلحتم. إلز أون غيباري هم أصلحوا. ثم نقول ماذا أصلحنا. جي غيباري لو لافابو أنا أصلحت المغسلة. تي غيباري لا موطو أنت أصلحت الدراجة النارية. Nous avons réparé la porte. نحن أصلحنا الباب. Vous avez réparé la machine. أنتم أصلحتم الماكينة. أنتم أصلحتم الماكينة مثلا إلى غير ذلك. إذن عندنا هاد الصور قلنا ces images. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est le livre. Voilà, c'est le livre. Le kitab. Thomas. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? C'est le vélo. C'est le vélo. Après, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est? C'est la plume. C'est la plume. تتكلم على الريشة. هذه كانت قديم. تغطسوها في المداد وتكتبوا بها. بدل غطسها في المدود كما كان في بداية الأمر. أصبحت تحقن بالمداد ثم تتم الكتابة بها. تماما مثل القلم. إذا نتكلم عن la plume. Après, prenons cette image. Qu'est-ce que c'est? Que représente cette image? ماذا تمثل هذه الصورة؟ Ou bien, qu'est-ce que c'est? ما هذا؟ C'est la vipère. C'est la vipère. إنها الأفعى كما نقول. أو نقول, c'est une vipère. C'est une vipère. إذا نتكلم عن حية من الحيات. إنها حية. Et enfin, qu'est-ce qu'on a? Et enfin, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, c'est la pipe. C'est la pipe. طبعا نستأنف كالعادة مع الفقرة القادمة. حياكم الله. وإلى لقاء قادم بإذن الله.